يسعد صباحكم من جديد. وصلنا لفقرة الأمومة والطفولة. اليوم معنا رولا قطامي. يسعد صباحك رولا. أهلا، كيف حالك؟ تمام اليوم تمام؟ كله تمام. إيش الصوت اللي بلشنا فيه؟ بدنا نحكي عن الأصوات اللي بحبوها الأطفال وممكن إنه يناموا عليها أكتر وبرتاحوا عليها أكتر. في صوت زي هذا الصوت. ما تقولي لي هذا الضوضاء البيضاء. هذا هو الضوضاء البيضاء بالضبط. أوكي. هو صوت بيشبه صوت البحر أو صوت الغابة ممكن تقولي. هذا الصوت كتير بيشبه الصوت اللي كان يسمعه طفل برحم أمه. عادة لما دكتور يحط الألتراساوند على البطن نسمع هذا صوت هيك كل وقت مع صوت نبضات قلب الأم أو قلب الطفل. ففي عنا كمان صوت النبضات. بس خلينا نزيحه شوي عشان نأثر على الميكروفون. هذا شو؟ هذا صوت النبضات. هذا صوت النبضات. زي كأنه حد عم بيمشي بس. بالضبط. هذا صوت اللي بيكون بسمعه الطفل جوات رحم أمه مع صوت الخشخشة اللي هلأ حطناه. أي أكتر صوت بينام عليه وبرتاح؟ هلأ أول إشي بدنا نحط صوت الخشخشة لحتى خليني أطفيها عشان أحكي. أول إشي للأطفال اللي عم بنقرئوا كتير ونحن عارفين إنه مثلاً طعمناهم وشربناهم حليب وغيرنا إنه كل أمورهم كل أمورهم منيحة، بس هو لسه عم بنقرئ مش عارف ينام. لأن الأطفال بأول ثلاث أشهر الأولى أول ثلاث أشهر بحتاجوا إنه يناموا كتير لا يصير عندهم هرمون النمو إفرازه كتير ويصير في عندهم يعني يكبروا. هلأ إذا الطفل مش عارف ينام هو بيكون بحتاج لأشياء كان يحس فيها ويسمعها بطن أمه. منها الضوضاء البيضاء. فهاي الصوت كان يسمعه زي بهاي الطريقة. فهذا الصوت لما نحطه دغري الطفل بهدى وبيبدأ ينيم حاله وينام. زي صوت السشوار أو صوت المكنسة الكهربائية أو صوت الغسالة إذا كانت صوت الغسالة عالية. هاي الأشياء ممكن نلاقيها بالبيت اللي هي تقلد الصوت. في أشياء بتنباع بالأسواق مثل هاي هذا الجهاز بيطلع صوت الضوضاء البيضاء اللي هي الخشخشة وبيطلع صوت الدقات قلب الأم وبيطلع صوت بحر أو غابة وكمان بيطلع صوت الموسيقى. هلأ نحن أول ثلاثة أشهر بنبدأ بهاي الأصوات لحتى الطفل ينام ومنخليها ربع ساعة بعد ما الطفل ينام. يعني بضل عنده خشخشة مدة ربع ساعة بعدين ليخفى مزبوط بعدين نطفيها. ممكن بعد ما نطفيها نخلي كمان عشر دقايق صوت دقات قلب الأم، هذا عشان نساعده إنه يدخل بنوم عميق. يعني هاي بس أول ثلاث شهور. بس أول ثلاث شهور ما يولد الطفل. بس بعد ثلاث شهور عادي بيصير يتعود على الأصوات العادية وينام بكل سهولة. بيصير هن عادة الأطفال بحبوا يناموا بالأصوات عشان هيك بنلاقيهم بيناموا بنهار أكتر بس بالليل بصحوا كتير. يعني لما يكون هدوء البيت على ساعة 2-3 وجه الصبح تلاقي الطفل فاق. عشان هن بحبوا الأصوات، تعودوا عليها بتسعة أشهر بحياته ببطن أمه ولازم نرجع نعوده عليها بأول ثلاثة أشهر. هلأ بنبدأ نخفف من هاي الأصوات تقريبا على الشهر التاسع. لما الطفل يصير يلقط الأغاني أو الأصوات زي الأغاني الكلاسيكية المخصصة للأطفال، وقتها بننقل للأغاني. بيكون هيك صار عنده روتين معين للنوم. لما نيجي ننيمه مثلا منطفي الإضواء وخلص ما في تلفزيون ما في إشي يلهي، وقتها بدل ما نحط صوت الخشخشة منحط صوت أغاني اللي هو مثل هذا. بس هي المشكلة عارفة وين؟ إنه إذا بتحطيها بالليل يمكن الأهل نفسهم ما يعرفوا يناموا. بالضبط. هلا الأهل بتعودوا وتعيشوا في عندي بالبيت أدغال بيكتبون غرفة غرفة بالليل. بس هي أول ربع ساعة من بعد ما يناموا. عادة الأطفال مفروض إنه يناموا بكير على ساعة 8 تقريبا. وأول ربع ساعة بتضلها بعدين يعني بتنطفى. هلا إمتى بنلجأ لها أكتر؟ إذا الطفل مريض وعم بفيق كتير بالليل وقتها هاي بتريحه أكتر بتخليه ينام أكتر. إذا الطفل كمان لقينا إنه عم بسنن كتير وفي ليلة مش عم بنام لأنه عم بسنن، عارفين إنه عم بسنن، كمان هاي ممكن تساعده إنه ينام أكتر. زي السحر. زي السحر عن جد. زي السحر. فظيع. في منها أجهزة زي هذا الجهاز بتطلع هذا الصوت. في مثلا زي هذا بيكون دبدوب بتعلق مثلا على تخت البيبي جنبه، وممكن هذا الدبدوب يصير مثلا هو إشي يتعلق فيه لحتى يساعده على النوم، وهذا بيطلع نفس الصوت. شوفي. فهذا صوت زي صوت البحر. هذا كمان بيهدي، ونفسه هذا الدبدوب بيطلع صوت أغاني.
لما يصير انه لازم ننقل على الاغاني اللي بتريح. وهذا كله بيعتمد على فكره اذا كانت الام فتره ما كانت حامل فيه للطفل سمعته موسيقى اصوات تكون هاديه وهيك بتحس يمكن بتجاوب اكثر مع هاي الموسيقى بعد ما يولد. بالضبط، خصوصا الموسيقى الكلاسيكيه كثير الاطفال بتجاوبوا معها وبرتاحوا عليها، وبتنمي، في دراسات اثبتت انها بتنمي الذكاء عند الاطفال لما الاطفال بتعودوا عليها من فتره الحمل باول اشهر من حياتهم. طيب ننتقل هلا للكفاليه، وخصوصا يمكن بنعرف انه اهميه الكفاليه للطفل المولود حديثا. في بعض الامهات ما بيامنوا انه الكفاليه ضروريه بعد الولاده، صح؟ صح، عشان الطفل بحاربها. هلا حتى لو الطفل بحاربها لازم نعرف انه الكفاليه لها فائده كثير كبيره للاطفال. اول شيء بتنظيم النوم وبانه الاطفال يناموا اكثر، عاده بيناموا ساعه زياده اكثر الطفل المكوفل اكثر من الطفل المش مكوفل، لانه حركته يعني مضبوطه نوعا ما. حركته مضبوطه، وهي كمان لها خاص بكيف كان الطفل ببطن امه. عاده الاطفال بيكونوا مربطين، يعني بيكون مربط كثير لانه المكان ضيق. بالضبط، المكان ضيق، فهو هذا الشيء بيشعره بارتياح وبيشعره انه هو يعني سكيور، خلينا نقول هو بأمان. فعشان هيك أول ما يولد الطفل من أول يوم بالولادة حتى بالمستشفيات ببلاد برا، من أول ما يخلق الطفل بكفلوه عشان يضل حاسس حاله بأمان زي ما كان ببطن أمه. عادة الطفل الرضيع أول ما تحطيه هيك على ظهره بيبكي كتير لأنه بحس حاله رح يوقع، بحس حاله ما في إشي ماسكه. زائد أنه لما يكون نايم الطفل ويجي يحرك إيديه بدون وعي، إيده بتنقزه لأنه بفكرها أنه إشي جاي بده يخبطه أو إشي جاي، ما بيكون عارف أنه هاي إيده، ما بيكون عنده، مش حاسس بالحواس تبعه مزبوط 100%. خصوصي الإيد لما بتيجي هيك على شكل وهو فاتح عينيه وعم بيشوف خيالات، فأكيد رح ينقز يعني. أكيد بنقز. فعشان هيك الكفالية كتير مهمة للأطفال الرضع بأول 3 أشهر من حياتهم. آخر الشهر الثالث بدنا نبدأ نخففها عشان ما يتعود عليها. وفي كمان حكيتي نقطة أنه هو بحس حاله مضغوط يعني بالبداية، فكيف عشان ما يشعر انه مضغوط؟ ما نشد عليه كثير، ما نشد عليه انا بهمني اعرف الطريقة الصحيحة للكوفلية. بدنا نفرجيها هلا الكوفلية عشان كوفل الاطفال. بدنا حرمات زي هاي مربعة الشكل ورقيقة كثير، ما تكون خميلة عشان كمان ما تدفي البيبي زيادة. عادة هاي بتكون تحتها بلبس البيبي البيجاما او يعني اللبسة تبعته اللي كمها طويل هلا بالشتاء اذا كان صيف كم قصير، وفوقها هاي الطبقة كثير خفيفة. هلا هاي الكوفلية بدنا نعملها بهاي الطريقة، مثلث بهاي الطريقة. اوكي، وبدنا نحطها على منطقة يعني نقدر نلف فيها البيبي. البيبي بيجي بهاي الطريقة راسه لبرا. اوكي، بعدين بدنا ناخذ أول زاوية من هون ناخذها لتحت مع الإيد لتحت. اوكي اوكي، فإذا ناخذها هيك داون لتحت، بعدين نرجع ناخذ هاي الزاوية لفوق بهاي الطريقة، وبعدين نرجع بضل عنا هاي الزاوية ناخدها كمان لتحت، فإذا كمان داون، ومنحاول نضغطها كتير على منطقة الإيدين. يعني الجزئية الأخيرة منضغطها بس بالزبط. عشان تقدري، وهاي منلفها لف هيك. فهلأ نحن الضغط بيكون من هون، بدنا يكون هذا الضغط كتير قوي على الإيدين وما نخاف إنه بضايق الطفل. بالعكس الكوفلية بتساعد الطفل على تطور العضلات عنده بالإيدين، فبصير أقوى لأنه بصير يجرب يطلع إيديه، فبصيروا عضلاته أقوى زي كأنه عم بمرنهم. بالتالي بصير على 4 أشهر يجرب يقوم حاله، على 6 أشهر يجرب يزحف، بصير في عنده تطور بالعضلات كتير أكتر من الأطفال اللي ما تكوفلوا. هلأ ما بدنا يكون كتير شادد على الإجرين لأنه ممكن يأثر على الهيبس اللي هو الحوض، عظمة الحوض للأطفال. فشوفي الإجرين يعني بتحركوا مرحيين في مجال ممكن يحركهم. بالضبط، في مجال يحركهم، بس بنفس الوقت في شوية ريزيستنس أو في شوية يعني مقاومة إنه كمان عشان يقدر يقوي عضلات إجريه. كتير منيح. هلأ قلتي لي أنت لازم يكون الحرام خفيف أو القماشة تكون خفيفة مش خميلة. هلأ في بعض الأمهات بالشتاء عشان يدفوا أولادهم أكثر بيكفلوهم بحرامات خميلة شوي، فبتنصحي فيها أو لا؟ لا أبدا، الكفلية لازم تكون بهاي، ودائما الطفل لازم يكون لابس بالضبط زي ما إحنا لابسين. إذا إحنا لابسين مثلا طبقتين ودفينين، الطفل بيكون لابس طبقتين زائد طبقة واحدة زيادة اللي هي الكفلية الخفيفة مثل هاي. أكثر من هيك
هيك بيصير في عنا إشي مسمي أوفر هيتينج، اللي هو صار عنده الطفل زيادة بحرارته، ممكن هاي تؤدي لأمراض وتؤدي إنه الطفل متضايق. يعني هنا زي ما بتضايقه من البرد بتضايقه من الحرارة الزيادة كمان. طيب يعني قديش لازم المدة تضل فيها الكفلي؟ كل ما بتغير تفك عنه ولا ولا تخليه بنهار كامل كله أو الليل؟ قديش تستمر الكفلي عليه؟ منفكها بس لما الطفل بده يرضع، وقت الرضاعة بنفكها، ومنفكها لما بدنا نحممه أو نغير له، وبنرجع دغري منكوف له لازم على طول لمدة 3 شهور. لمدة 3 شهور مستمرين. طيب هلأ لما لما بتفكه مرات وبتغير له الأنف، بتحسي إنه الطفل بصير يعمل حركات بإيديه ورجليه كأنه يعني انفرج؟ صح. فقديش تخليه فترة هيك يخليه هيك إنه متعرض للهواء ومتعرض للشمس؟ قديش مهم الفترة هاي؟ مهمة إنه تكون 10 دقائق بالنهار بكل يوم، ونقدر بهدول 10 دقائق نخلي الطفل يكون على بطنه بهاي الطريقة. هلأ بس لازم نراقبه عشان ما يجي يعني تمه أو منخاره على الفرشة وينخنق. هلأ بهاي الطريقة أنا بنصح يكون على الأرض مش على الفرشة، عشان يبدأ يقوي عضلات إيديه وإجري ويجرب يقوم حاله، وهي كمان منيحة للكوليكس أو المغص اللي بيكون بالبطن. فهيك بنقدر نخليه فلتان زي ما قلتي. أو ما لأنه بحس إنه بينبسطوا كتير الأطفال بهالعمر هذا، لما تشيليهم الكفلية بحسيهم انطلقوا هيك إذا كانوا على بطنهم بس إذا كان على ظهره رح يبكي كتير لأنه بحس حاله رح يوقع. طب حلو كتير. مهمة يمكن الكفلية للأمهات اللي أول مرة بيجيبوا بيبيز، يعني فبتحسي إنه بتقدر تمسكه بسهولة، خصوصا بتكون خايفة الأم بالبداية إنه كيف تتعامل مع طفلها. مزبوط. فإذا مهم الكفلية حتى كمان تقدر الأم تقدر تسيطر على مسكة ابنها. صح طبعا، لأنه شوفي إذا هيك بدنا نحمل الطفل بصير لازم نحط إيدنا ورا راسه ورا رقبته. بس بالكفلية بيكون مكوفل ومربوط، ويعني بتحسي أسهل للحمل. صح 100%. طيب عندك أي نصائح بتحبي بالنهاية أنك توجيها للأمهات؟ الكوفلية كتير بتساعد الأطفال على النوم، بس بدي أعطي نصيحة للأمهات أنه عادة الأطفال لما يرضعوا بيناموا وهن عم بيرضعوا، فيفضل أنه ما يكون في عنده كوفلية، ويفضل يكون سكن تو سكن أو مش لابس أواعي كتير لأنه تتفايل زيادة بتنيمه. هلأ بس تخلص رضاعة وتدشي هو رح يفيق شوي، فما تفكر أنه لساته جوعان. أول ما تعمل له الكوفلية يمكن يبكي شوي إذا عم بتشد على إيديه، بس بعدين دغري رح يهدى، وهي بتساعده كتير على النوم وتدريبه على النوم إنه لحاله مش بحضن أمه مع الهز. هلأ الكوفلية بتيجي زيادة أو بالإضافة لأشياء حكينا عنها بالأسابيع الماضية زي المصاصة والهز، حكينا عنهم بالتفصيل كيف الهز لازم يكون عشان ما يتعود عليه الطفل، والمصاصة كيف نعطيها. أنا بدي أشكرك رولا قطامي، دائما هيك بتفيدينا بكل الشغلات المهمة اللي بتخص الأم والطفل. كل الشكر لإلك. أهلا وسهلا فيكي معنا دائما. أهلا وسهلا.